ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرف. ثم أما بعد، مشروع الاستعداد لرمضان هذا العام هو مشروع بناء. فكرة بناء تتلخص في بناء الإيمان في القلوب. إزاي نبني الإيمان قبل رمضان في قلوبنا؟ أعظم زاد نتزود به وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعظم الثمرات اللي أنت تجنيها من رمضان أصلا ثمرة أن تكون من عباد الله المتقين. ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إزاي نوصل للمرحلة دي؟ هو ده المشروع، وهي دي الفكرة اللي احنا عايزين نوصل لها. بناء الإيمان يحتاج إلى أربع أمور عملية، هي اللي جاءت في مفتتح سورة المزمل، اللي هي: قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. في كل حلقة هنتكلم على معنى من هذه المعاني بس بشكل عملي، ازاي نعيشه، ازاي نجود العمل. انا مش عايز زي كل رمضان بيعدي عليك ان انت تبقى مجرد آلة بتنفذ بعض الاوامر، مجرد ان في النهار صايمين، في الليل القيام، تفطير الصائمين، الاعمال الرمضانية الروتينية. مش عايز لها تبقى روتين، عايزين نحسس قلوبنا بيها. هو ده المعنى والمغزى والهدف المنشود من المشروع في الجانب الإيماني منه. تعالوا نبتدي على طول مع أول هذه الدعائم والأسس، وهو أساس قم الليل إلا قليلا. إزاي نعيش روح الصلاة؟ إزاي تذوق ثمرة الخشوع في الصلاة؟ إزاي توصل إن صلاتك تكون فعلا صلاتك؟ إزاي تحس بإحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. تقر عينك بالصلاة. يعني ايه تقر عينك بالصلاة؟ يعني الصلاة تبقى بالنسبة لك هي السكن والطمأنينة، تحس براحة البال في ظل المشاكل والضوضاء والفوضى والحياة الصعبة اللي احنا بنعيشها في الايام دي. تعالوا نحس على طول بهذا المعنى. هناخد في أول خطوة من خطوات تذوق طعم الصلاة، عايز الصلاة بطعم جديد. أول معنى فيه: لازم قبل الصلاة تعظم قدر الصلاة، لازم قبل الصلاة تفهم يعني إيه صلاة. السلف علمونا معاني عايزين نقف عندها شوية. سيدنا ابن مسعود كان يقول: المصلي يقرع بابا، ومن يدم قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. عايزك تحس وعايزك تحسي إن احنا داخلين نصلي. الصلاة دلوقتي بالنسبة لنا طرق على الباب. دلوقتي بنعمل ايه؟ بنخبط على باب ربنا سبحانه وتعالى. اول معنى عايزين نوصل له عبادة الانطراح بين يدي الله. يبقى انا داخل اصلي بنيتي، انا واقف على بابك يا سيدي ويا مولاي. انت بتعمل ايه من خلال الصلاة؟ بتخبط على باب ربنا سبحانه وتعالى. ومن ادمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. طيب، يبقى بنفسية الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى هتدخل إلى الصلاة معظم لقدر هذه الصلاة. سيدنا حذيفة ابن اليمان، شوف الصحابة كانت بتستعد للصلاة ازاي، بتحس بمعنى الصلاة ازاي. سيدنا حذيفة كان يقول: ما أحب حال يحمد الله العبد عليها أن يجده عافرا وجهه.
احسن حاجه. بيقول احب ان المعنى ده اتقرب به الى ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا بيحبني قوي قوي، وانا مستشعر ان انا ايه معفر وجهي. بالله عليك، بالله عليك، في مره من المرات في حياتك كلها عفرت وجهك لله؟ عارفين يعني ايه احساس الاحساس ده؟ الاحساس ده النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ارض مطينه وكان اثر الطين على جبهته وما استنفر. لا لا لا، ما ينفعش نعمل كده. لا بالعكس، ده تذلل لله تبارك وتعالى. عفرت وجهك لله قبل كده؟ هي دي نفس المعاني في الذل والانكسار، اللي قبل ما ترفع ايديك وتقول الله اكبر مستسلم، انت اصلا مستعد للمعنى ده من قبلها بالاستعدادات القلبية دي، بعبادة الايه؟ الانطراح، بعبادة انا واقف على بابك يا مولاي. وان انت واقف وعندك الاستعداد، مش عندك الاستعداد، ده انت نفسك تعمل كده. ده انت لو تهيأ لك الامر ان انت تبقى بتصلي في صحراء او بارض او بتصلي في مكان فيه عفار، ان انت تعفر وجهك بين يدي الله، تمرغ وجهك لله، زي ما سيدنا حذيفة كان بيقول ان دي من احلى الاحوال اللي الواحد بيدوق فيها طعم الذل والانكسار. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو متذلل بين يدي ربه، محقق الانطراح والانكسار، والله عند المنكسرة قلوبهم. بكر بن عبد الله المزني كان يقول: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى شئت تطهرت ودخلت على ربك، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب. يلا استعد، انت داخل على حضرة الملك. يلا استعد بقلبك، لسه ما توضناش، بس انت هتقابل مين؟ عارف لما يكون واحد بيحب واحد قوي واداله معاد ويقعد طول الوقت يوم كذا يوم كذا من شو، تلاقيه اليوم ده بيعمل له استعدادات خاصة. لو واحد منكم جاي يتقدم لعروس، يتهيأ ويبقى لابس أحسن حاجة عنده ويجيب مش عارف أشياء خاصة كده علشان خاطر يجمل بها نفسه، وهي نفس الكلام تتزين للقاء ده، فما بالك وانت هتقف بين يدي الملك؟ أنا عايزكم تحسوا بالمعنى ده وتتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى بإحساس عبد الملك. كل مرة عايز أربطك بأسماء ربنا، أصل احنا عندنا ركن من أركان بناء الإيمان اسمه أذكر اسم ربك. فأذكر اسم ربي فين هنا؟ عايزك تذكر اسم ربك العزيز. عايزك النهاردة في ورد القرآن كل ما يعدي عليك اسم الله العزيز تفتكر عبادة الانطراح، وعايزك النهاردة تتعبد الله باسمه الملك وتفتكر الملك المالك المليك، عشان انت بعد شوية هتبقى بين يدي الملك جل جلاله. نعيش بالمعنى ده النهاردة ونتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذا، ونفتكر المعنيين دول، ونتقابل بكرة ونشوف ازاي هنعيش المعاني دي بقلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل الصلاة قرة عين لنا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.